هاد الوصفه غتحتاجيها هاد الايام. اللحم موجود، دوزو معايا المقادير وطريقه التحضير. ففي واحد الطبسيل غادي ندير جوج معالق ديال الخردل، عفوا غندير غير معلقه واحده ديال الخردل ماشي جوج، وغادي نزيد عليهم جوج معلقات كبار ديال الزبده، راس المعلقه ديال البزار، معلقه كبيره ديال القزبر يابس، معلقه ديال الكمون، وشويه ديال الملحه. هاد المكونات غادي نخلطهم مزيان مزيان مع بعضياتهم حتى تولي عندنا على شكل بوماد. انا خدمت غير بيديا، يعني اليدين راهم نقيين ونضاف. البنات دائما راه حنا في الكوزينه كنوجدوا الشهيوات وكنطبخوا الا ورا يدينا نقيين. فهاد غادي ناخذ الطريفات ديال اللحم، واختاروا الطريفات ديال اللحم البنات اللي يكونوا فيهم شويه ديال الشحمه. هاد الوصفه كتبغي اللحم يكون شويه ميدم، لان كيف عرفتوا غادي نطيبوه في الكوكوط بلا ما بلا زيت، فيكونوا الطريفات هكا يكونوا فيهم شويه ديال اللدام كيجي احسن. وإلا كان بلاصه ضلعه البنات هادو كتجيب حتى بالضلع خطيره هاد الوصفه. فهنا من بعد ما رقدتهم ودهنتهم بهذاك الخليط، غادي ناخذ واحد الطنجره ديال الضغط، غادي ندهنها بواحد المعلقه صغيره ديال الزبده كامله. عرفتوا الزبده ولا كانت الزبده البنات، هنا انا راه درت الزبده الحيوانيه يعني الزبده العاديه هي اللي درت مع العطريه واللي دهنت بها الطنجره، كتعطي واحد المذاق غزال. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما استفت اللحم في الطنجره درته فوق البوطه، سديت الطنجره الضغط ودرته فوق البوطه العافيه مهيله لمده ساعه. هنا غادي ندوزوا للسلطه اللي غنرافق مع هاد اللحيمات. هنا سلقت خيزو، سلقت البطاطا، وغادي ناخذ واحد 4 فصوص ديال الثوم مع 3 معالق كبار ديال المعدنوس. بالنسبه للحم البنات من يكون يطيب البوطه تكون شميها غير تبدا تصفر نحسبوا ساعه الكوكوط. نرجعوا للسلطه، السلطه كيف شفتوا درت الثومه ودرت المعدنوس. هنا غندير معلقه ديال الكمون تكون عامره، هنا راس المعلقه ديال البزار، هذه الشرموله اللي غادي نشرمل بها الخضر ديالنا. غادي نحتاج تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نخلطهم بشويه الملحه طبعا، وغادي نخلطهم بزيت الزيتون، ونخلط هاد الشرموله مزيان. صافي، وغادي ناخذ معلقه ديال الشرموله وحده نديرها في البطاطا، وحده نديرها في خيزو عفوا. وعندي حتى مطيشه مقطعاها غادي ندير فيها حتى هي هاد الشرموله. صافي، وغادي نخلط كل شيء مزيان ونرجعهم للثلاجة. هنا من بعد ما شرملت كلشي غادي ناخذ حتى الخيار، وغادي ندير فيه غير شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل ونخلطو. صافي، وهذا هما السلطات ديالنا اللي غنرافق مع اللحم اللي خليته تيطيب. غادي ندير هادشي كلشي في الثلاجه
وغادي نخليهم يتشرملوا مزيان ويتلقوا مع بعضياتهم ونتلاقاو باش نشوفوا الطبق النهائي. الشكل النهائي ديال الحيمات ديالنا بعد ما دازت عليهم ساعه فقدمتهم هكا مع الفريت، وشوفوا لي الحيمه كطيب كتولي فتيه البنات، رائع بزاف. عرفتي كيجي محمر ومجمر تقولوا دايرينه في الفران، وهو راه غير في الطنجره ديال الضغط بلا ما بلا زيت، كيجي رائع بزاف بزاف وكيجي غزال. نتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر، جربوها البنات، اللحم موجود دابا راه برع. وهنا غادي تشوفوا معايا هاد السلطات اللي درنا اللي قدمت معاهم، هنا البطاطا والخيزو والمطيشه. تلاقاو في فيديو جديد بحول الله. عندك قرعه وبنانه في الدار اجي نوجدو بهم وصفه كتجي خطيره وصحيه، واللي ما كياكلوش وليداتهم القرعه هكا كوني اكيده غياكلوها. غادي نحتاج ثلاثه الحبات ديال القرعه مغسولين وقطعوهم دوائر مع بنانه اللي تكون طايبه مزيان، وتقولي غادي نرميها ما صالحاش، هذه هي اللي حاجتنا فيها. كلشي غنديرو في الخلاط، غادي نضيف لهم نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، نص معلقه ديال الروح الفاني ولا جوج كيس ديال السكر فاني، كاس ديال السكر، وغندير كلشي في خلاط كهربائي وغادي نخلطو مزيان مزيان حتى يتخلط وهذيك القرعه يعني تطحن مزيان. من بعد غادي نسكب الخليط في واحد لو بول، ومن بعد غادي نضيف ليه واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، المعلقه الاولى، وغادي نضيف المعلقه الثانيه مع هاد مع الكاكاو المر. غادي نضيف جوج كيس ديال خميره الحلوه، كل كيس فيه 8 غرام يعني في المجموع 16 غرام. غادي نخلطهم يعني نخلط هاد الكاكاو مع الخميره مزيان بالفوي اولا بشي فورشيت ولا سباتولا، ومن بعد غادي نضيف لهم الدقيق اللي هو 250 غرام ديال الطحين اللي غتعطينا بقياس كاس العنبه، واحد جوج كيسان ونص. كيف قلت لكم غادي نضيف جوج كيسان ونص ديال الدقيق وانا كنخلط العجين ديال لي مافين ولا ديال لي مادلين، تتكون ثقيله شويه على الخليط ديال الكيك العادي. هكا تنخلط نبقى نضيف الدقيق حتى ينسجم لينا العناصر وتقال ليا الخليط ديال الكيك. الخليط ديالنا من بعد ما شفتوه كيجي ثقيل، هذاك هو القوام ديالو. هنا وجدت الطاوه ديال المادلين اللي ملبسه بلي كيسات ديال لي مادلين، غادي ندير معلقه. هنا انا خيرت هذه المعلقه ديال الكلاص، سهله وعمليه بزاف بزاف البنات، اللي ما عندوش يدير غير بلاستيكه ولا غير معلقه عاديه. صافي غادي نعمر لي كيسات ديالي ولا الطاوه ديالي كامله، وفي هذا الاثناء غادي ندوي على الفران. فهاد اثناء الفران راني شاعله على 200 درجه من الفوق ومن التحت البنات، ومنين ندخل لي مادلين ديالي كنخليه واحد جوج دقائق حتى لثلاثه يبانوا لكم راهم تشقوا مزيان. صافي ديك الساعه غادي نطفي عليهم الفوق ونخلي غير التحت، على العموم 15 دقيقه ها هما جاهزين. وهذه هي النتيجه ديالنا ديال لي مادلين، كيجيو رائعين. وليداتي طاقوهم ما عرفوش واش فيهم القرعه بتاتا، يعني عجبوهم بزاف، والاهم انهم بلا بيض مفشفشين وغزالين. تلقاو في فيديو جديد بحول